السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة نهى عصام عبد الرحمن، Board Certified Pharmacotherapy Specialist. النهاردة هنتكلم على Acute Coronary Syndrome، ودوت topic كبير وtopic مهم في topics بتاع chapter الكارديولوجي، وهيكون إن شاء الله بإذن الله topic ظريف ولطيف وبإذن الله هنفهمه مع بعض. اول حاجة هنتكلم عليها هي الكورونري هارت ديزيز. الكورونري هارت ديزيز هي الفيرست ريزون اوف كالر، هي الفيرست كالر في العالم، وعشان كده هنشوف ازاي هنتعامل معاها. اول حاجة هنتكلم على الكورونري ارتري ديزيز، وهنعرف انها بتنقسم الى اكيوت كورونري سيندروم وكرونيك ستيبل انجينا. الأكيوت كورونري سيندروم هي الانستابل انجينا والنون ستيمي والستيمي، وهنعرف الفرق ما بينهم في السلايدز الجاية ان شاء الله بإذن الله. بس عايزة اوريكم في الاول فيديو بسيط بيشرح الباثولوجي بتاع المرض وكيفية التعامل معاه. ده الهارت بتاع الشخص، وطبعا زي ما احنا عارفين ان الهارت اورجن زي اي اورجن في الجسم بيحتاج نيوترينتس واكسجين، او بيحتاج بلاد سبلاي علشان خاطر يقدر يقوم بالوظائف بتاعته، والليفت فنتريكل يقدر يعمل كونتراكشن كويس ويوزع الدم لبقيه الاورجان في الجسم. الارتريز اللي بتعمل تغذيه الارتريز اللي بتعمل تغذيه للهارت هي الكوروناري ارتري. هنا الكوروناري ارتريز في الحالات العادية جدا الدم بيمشي فيها بكل سلاسة. هنا بيبدأ يوريني لو حصل اثيروسكلروزز واتكون بلايك فورميشن بسبب الكوليسترول ليفل العالي او الدهون العالية اللي بتبقى موجودة في الدم وبتترسب على جدران البلاد فيزلز او الكوروناري ارتري. هنا بيحصل رابتشر للاندوثيليوم بتاع اليومن في الكوروناري ارتريز، وبيبدا يحصل كلوت فورميشن اللي بسببها بيحصل اوكلوجن للبلاد فيزل ده، وبيحصل بعد كده بسببها نقص للبلاد سبلاي للمكان اللي رايح له الارتري ده. تاني سبب هو الكوروناري ارتري سبازم، وده بيحصل بسبب ضيق في الشريان التاجي او الكوروناري ارتريز، وبرضه بيحصل قصور في وصول الدم للمكان بتاع الهارت او العضلة المحددة عشان خاطر يعمل لها تغذية. تالت نوع هو الكورونري ارتري ديسكشن، زي ما احنا شايفين بيحصل قطع في الاندوثيليوم وبعد كده بيحصل ايه كلوت فورميشن. هنا الكلوت او الجزء البرانش ده من الهارت اتكون فيه الكلوت او حصل فيه اوكلوجن، بيبدا ان هو يعمل مايوكارديال انفاركشن، يعني جزء من عضله القلب بيبقى بيتضرر وبيموت في المراحل المتقدمه وبيوصل لدرجه مايوكارديال انفاركشن. البيشنت بيحس بايه؟ بيحس بالم في الشست وفي الباك وفي النك وفي الجو، بيكون ألم شديد جدا جدا وما بيقدرش ان هو يستحمله، بيكون سيفير بين لدرجة انه من شدة الألم المريض بيبقى جاي المستشفى عرقان جدا جدا ومش قادر ياخد نفسه، بيكون عنده chest tightness في كتير من الأوقات ما بيقدرش ياخد نفسه كويس. الحالة دي بتيجي في الانستابل انجينا او الستامي نونستامي، بتيجي في الريست ما بتجيش والانسان بيعمل الاكتيفيتيز بتاعته، انما الستيبل انجينا بتيجي في during الاكتيفيتيز لو الشخص زود شويه في النشاطات اللي بيعملها. الاذر سيمبتومز بتاعه الاكيوت كورونر سيندروم زي ما قلنا قبل كده shortness of breath و dizziness و chest pain. اول حاجه بيعملوها ان هم بيعملوا لهم اكسجين ثيرابي وبيدوا لهم المنى، وهنتعرف عليها بعد كده ايه هي المنى. بيدوا لهم اسبرين واذر بلاد ثينر دراجز عشان خاطر يدوبوا الكلوت، بيمنعوا تكوين الكلوت، ويدوا لهم ثرومبوليتكس دراج عشان خاطر تدوب الكلوت اللي اتكونت، وكمان بيدي حاجه فازو دايليتور او فينو دايليتور، فازو دايليتور زي نيتروجليسرين علشان خاطر تفك السبازم، وحاجه زي المورفين عشان
لو في شيست بين شديد يقلله، وكمان بيدي البيتا بلوكر عشان يقلل الهارت ريت فيقلل الاكسجين ديماند بواسطة عضلة القلب. كمان ممكن ان هو يعمل حاجة اسمها كورونري انجيو بلاستي، وهنتعرف عليها بعد كده، اللي هي البي سي اي. دي عبارة عن بالون بيدخل بيتنفخ وبيعمل توسيع للارتري اللي فيه المشكلة، وممكن يتركب معاه ستنت وممكن لا. دي الستنت عبارة عن دعيمة عشان خاطر الارتري ما يقفلش على بعضه تاني. بعد كده في عندنا الكورونري ارتري باي باس جرافت اللي هي الكابج، ودي عبارة عن عملية بتتعمل بيجيبوا شريان بيوصلوه من الاورطة للمكان اللي حصل فيه الاوكلوجن علشان خاطر يعدوه ويبدأ ان هو يغذي المكان تاني اللي كان اللي فيه مشكلة. نرجع على البرزنتيشن بتاعتنا ونكمل مع بعض بقية المحاضرة. هنا صورة بتوضح لي البليك، وهو دي بوزات على الجدران بتاعت الوولز بتاعت الارتري بتاعت الكوروناري ارتري. وهنا طبعا زي ما احنا هنشوف قدام ان ده توتال اوكلوجن، ده ستيمي هيتسبب في حاجة اللي هي المايكارديال انفاركشن اللي هو موت في جزء من عضلة القلب اللي هو الجزء اللي بيغذيه الشريان ده اللي حصل فيه الاوكلوجن، بيحصل له موت ويعمل مايكارديال انفاركشن، بيحصل له تضرر شديد جدا. هنا الاسباب اللي ادت لي اللي بتادي عندي للنوع دوت من الامراض، قلنا الاثيروسكلروزز زي ما شفنا في الفيديو، اثيروسكلروزز with blood clot بتتكون مع الاثيروسكلروزز لما بيحصل رابتشر للاندوثيليوم. وعندي هنا كمان ممكن يكون بسبب اثيروسكلروزز بس بيحصل تصلب جامد للشرايين من ناحيتين فالشريان بيقفل. تالت حاجه السبازم، دي زي ما قلنا اللي بيتعمل سبونتينيوسلي بدون اي مقدمات. بعد كده هنتكلم على الباثوفيسيولوجي زي ما احنا اتكلمنا عليه في الفيديو. قلنا مشكله مريض الاكيوت كورونري سيندروم ان عنده ريدكشن في الاكسجين سبلاي، عنده مشكله ان الدم مش واصل كويس لعضله القلب علشان خاطر يقدر يغذي العضله كويس والقلب كويس ويقدر يقوم بوظايفه. الدم مش واصل كويس لعضله القلب وبالتالي ما بتقدرش تقوم بوظايفها على اكمل وجه بسبب ان مفيش اكسجين سبلاي كويس. تاني حاجه كمان بيحصل انكريز في المايوكارديال اكسجين ديماند، بيبقى الهارت محتاج اكسجين كتير جدا، وطبعا ده ناتج لان في نقص شديد في الاكسجين بيحصل بسبب الاوكلوجن اللي حاصل في الكوروناري ارتري. هنا في الصوره دي بيوضح لي ايه الفرق ما بين الاستيمي والانستابل انجينا والنان استيمي. اول حاجه الانستابل انجينا، لو بصينا هنا على الالوان هنبدا نفهم بالظبط هو عايز ايه في الرسمه دي. الاصفر ده انديكيت للليبتس اللي هي البلايكس اللي بتبقى ديبوزات على جدران الاوعيه الدمويه او الكوروناري ارتريز، والازرق عباره عن ثرومبس متكونه، والبيربل ده عباره عن بليتلت متجمعه فوق الكلوت، وبرده بتعمل اوكلوجن لليومن بتاع الكوروناري ارتري. هنا هنلاقي ان اليومن بتاع الكورونري ارتري طبعا اللي هو بالجراي، لون الجراي ده. هنا في الانستابل انجينا هلاقي ان انا عندي اليومن بتاع الكورونري ارتري نوعا ما مفتوح لسه، مفيش بليتلت اجريجيشن، في بس ثرومبس فورميشن، وفي او في ثرومبس وفي ليبيد ديبوزيتد على الوولز بتاعت الكورونري ارتري. لكن لو انتقلنا بعد كده للنون ستيمي هنلاقي ان اليومن بتاع الكوروناري ارتري يعتبر تقريبا يعني مقفول، شبه مقفول كليا، بيكون حوالي تقريبا الاوكلوجن حوالي 80%. وهنلاقي ان انا عندي هنا ليبيد ديبوزيت، وعندي كمان ثرومبس متكونه، وعندي بليتلت اجريجيشن كمان قافل لي جزء كبير جدا من اليومن.
تالت نوع وده اخطر نوع اللي هو الاستيمي، وده بيحصل فيه توتال اوكلوجن لليومن بتاع البلاد فيزل او الكورونري ارتري، وبالتالي بيحصل بسببه موت لعضلة القلب وبيحصل مايوكارديال انفاركشن لو المريض ما تلحقش بسرعة. هنا المراحل زي ما احنا شفناها في الفيديو بالظبط، بيحصل ديبوزيشن للبليك في الكورونري ارتريز، وده بسبب بيعمل حاجة اسمها اثيروسكلروزز اللي هو تصلب الشرايين. بعد كده بيحصل partial occlusion للكورونري ارتري بسبب البليك ده هو، وده بتكون stable angina. الشخص ما بيتعبش، ما بيجيلوش حالة التعب الشديدة دي غير لما بيعمل مجهود. بعد كده نيجي بقى للأكيوت كورونري سندروم، بتظهر بعد كده لما بيحصل رابتشر للبليك ده هو زي ما احنا شفنا في الفيديو، بيحصل thrombus formation. وبعد كده بقى لما بيبدأ ان هو يحصل sub occlusion للكورونري artery بواسطة كلات، هنا بتبدأ ال unstable angina تاخد وضعها. وبعد كده في الآخر لما يحصل complete occlusion للكورونري arteries قلنا هيكون الاستيمي بقى، وده بيبقى أخطر نوع في الأكيوت كورونري سيندروم. هنا جمعت لكم الريسك فاكتورز اللي بتسبب النوع دوت من الأمراض. ممكن ما يبقاش مطالبين بيه قوي، بس انا جبته من باب العلم بالشيء وعلشان يكون عندنا معلومات والموضوع يكون مرسوم كويس في دماغنا. الريسك فاكتورز عندي اول حاجه الفاميلي هيستوري، دي بتكون مثلا في عائلات عندها في الجين بتاع الجينز بتاعتها صفات وراثيه او امراض وراثيه، بيبقى قصور في الشريان التاجي. تاني حاجة الناس السموكرز، الناس اللي بتدخن دي برضو بيكون عندها ريسك عالي جدا لحصول الأكيوت كورونري سندروم. الناس الهايبرتنسيف، الهايبرتنشن في حد ذاته برضو بيكون ريسك فاكتور لحصول أكيوت كورونري سندروم. الناس الهايبركوليسترونيميا طبعا علشان خاطر الديبوزيشن بتاع الكوليسترول على الوول بتاعة الكورونري ارتري اللي بيقفلها بعد كده وبيتكون بسببه البليك. الديابيتك بيشنت او ديابيتس ميليتس هو ريسك فاكتور برضو لحدوث الاكيوت كورونري سندروم. الفيزيكال اكتيفيتي، الناس اللي نشاطاتها او حركتها قليله برضو بيكون عندها ريسك فاكتور لحدوث الاكيوت كورونري سندروم. والاوبيسيتي، الناس الاوبيز برضو من ضمن الريسك فاكتور. الناس اللي بتعمل الكحول كونسامشن برضو، في ناس في البيرسوناليتي بتاعتها في حاجات شخصيه جينات او حاجات في عنده هو شخص، يعني حاجه شخصيه للشخص دوت برضو بتسبب النوع ده من الامراض. الانكريزنج في الايج، زياده العمر طبعا، التقدم في العمر من الاسباب المسببه برضو او ريسك فاكتورز المسببه للمرض دوت. الميل جندر، الذكور عندهم فرصه حدوث المرض ده اكثر من الاناث. السيمبتومز هنا زي ما شفناها في الفيديو، شست ديسكمفورت، بيكون عنده الم شديد جدا في الصدر، وكمان ارم وباك ديسكمفورت، بيكون عنده برضو الم في الدراع والظهر، بيكون الم شديد جدا جدا. نيك اند جو ديسكمفورت برضو، في ناس عندها بيكون الالم في الفك والرقبه. بيكون عنده trouble في breathing with or without chest discomfort، بيكون عنده مشاكل في التنفس وبيبقى بيشعر شوية بشوية صداع، وبيكون عنده عرق شديد وغزير جدا. How to manage acute coronary syndrome، بيقول لي هنا في قاعدة اسمها time is myocardium. يعني ايه time is myocardium؟ يعني كل دقيقة بتأخرها في علاج الشخص دوت بتخسرني جزء من عضلة القلب وبتزود فرص حدوث الوفاة للشخص دوت. اول حاجة بعملها للشخص دوت لما بيجي المستشفى، بعمل له ECG، ببدأ ان انا اعمل رسم للقلب، وبعمل حاجة اسمها cardiac biomarkers عشان اقدر ان انا افرق ما بين الانواع المختلفة للأكيوت كورونري سندروم، واحدد المريض بتاعي دوت في انهي مرحلة بالظبط من الأكيوت كورونري سندروم. تاني ازاي افرق ما بينهم؟ اول حاجة قلنا هعملها ECG. اول ما يجي لي المريض المستشفى بعمل ECG.
ليه بعمل اي سي جي؟ علشان خاطر اعمل ديفرنشيشن ما بين الاستيمي والانستابل انجينا والنونستيمي. يبقى الانستابل انجينا والنونستيمي بيكونوا في كفه والاستيمي لوحده في كفه. الاي سي جي بيقدر ان هو يعمل لي ديفرنشيشن ما بين الاثنين. زي ما احنا شايفين هنا لما بعمل الاي سي جي في حاله الانستابل انجينا والنونستيمي بيكون عندي نو اي سي جي تشينجز، او بيحصل اس تي سيجمنت ديبريشن، او بيكون في تي ويف انفرجن. وهوريها لكم من دلوقتي على الرسم عشان تقدروا تعرفوا ايه الفرق ما بين الاثنين. الاستيمي بيحصل فيها اس تي اليفيشن، برضو الاس تي دوت على الرسم الاي سي جي بيحصل له اليفيشن، بيحصل له ارتفاع، ودوت بيكون شيء مميز جدا. ستيمي او اسم ستيمي جاي من اس تي سيجمنت اليفيشن مايوكاريال انفاركشن، والنون ستيمي نون اس تي سيجمنت اليفيشن مايوكاريال انفاركشن. خلاص انا عرفت افرق ما بين النوعين دول، الستيمي في كفه والنون ستيمي والانستابل انجينا في كفه. طب ازاي افرق ما بين الانستابل انجينا والنون ستيمي؟ ازاي اقول ان المريض اللي عندي او الشخص اللي عندي عنده انستابل انجينا او نون ستيمي؟ ببدا ان انا اعمل الحاجه الثانيه اللي هي البايو ماركر تيست، واشوف لو الكاردياك بايو ماركر بوزيتيف اللي هم تروبونين والكرياتين كاينيز مايجلوبيولين دوت بوزيتيف عندي، والتروبونين هو الماستر في الموضوع ده. لو لقيتهم بوزيتيف في الدم اعرف على طول ان هو نون ستيمي. الكاردياك بايو ماركرز عشان نكون عارفين هم انزيمات بتبقى موجوده داخل خلايا الهارت وما بتبقاش موجوده فريلي في الدم ابدا. لما بيحصل تضرر لعضله القلب وبيحصل مايوكارديال انفاركشن او موت جزئي لعضله القلب بتبدا الانزيمز دي تطلع للدم. فلما بلاقيها في الدم بعرف ان انا عندي حاله متطوره من المرض، من الاكيوت كورونري سندروم، وعندي موت في جزء من عضله القلب. طبعا الاستيمي كده كده بيبقى عندي توتال اوكلوجن، وطبعا بتتضرر جدا عضله القلب، فانا كده كده عندي البايو ماركر فيها بوزيتيف. ده رسم الاي سي جي، ده النورمال اي سي جي، النورمال ساينس ريزم، واللي احنا بنتكلم عليها ادي هي دي الاس تي سيجمنت اللي انا بتكلم عليها. ده النورمال، شوفوا كده لو بصينا هنلاقي ان الخط الواحد اللي هو الجراي، اللون الجراي كله على خط واحد. الاس تي سيجمنت المفروض في الانسان النورمال تكون على نفس المستوى، على نفس الخط بالظبط زي اللي قبلها، هي البي ار، البي ار سيجمنت تكون الاس تي سيجمنت زيها. طيب تعالوا نشوف بقى في مريض الاكيوت كورونري سيندروم ايه اللي بيحصل. ده عندي الشخص النورمال زي ده، بس طبعا دي رسمه مصغره شويه. في الاستيمي بيحصل اس تي سيجمنت دي اليفيشن، بيحصل ارتفاع شديد جدا للاس تي سيجمنت زي ما انا شايف، زي ما انتم شايفين كده بالظبط بيحصل ارتفاع للاس تي سيجمنت. فبقدر بيحصل ارتفاع للاس تي سيجمنت وبقدر منها ان انا اعمل ديفرنشيشن للنوع دوت من ال بقدر من خلالها اعمل ديفرنشيشن للنوع ده من الاكيوت كورونري سيندروم. طب نشوف النوع اللي بعده. زي ما قلنا هيحصل حاجه من ثلاث حاجات، اما هيظهر لي الاي سي جي نورمال عادي جدا، او هيكون في عندي اس تي سيجمنت ديبريشن، ديبريشن يعني نازله، هي نازله عن المستوى بتاعها، او هيكون عندي تي ويف انفرجن. التي ويف اهيت اللي هي الزرقاء دي هيحصل لها انفرجن، انعكاس زي ما احنا شايفين بالظبط كده. ده الاي سي جي في الاول هيبدا ان هو يفرق لي ما بين الانستابل انجينا نون ستيمي في كفه والستيمي في كفه. طيب نشوف بقى ايه تريتمنت الجوريزم عندي بتاع الاكيوت كورونري سندروم. قال لي اول حاجه لما البيشنت يحصل له ادميشن للهوسبيتال، في الهوسبيتال اول حاجه بعملها هي الدايجنوزز. دايجنوزز قلنا عن طريق الاي سي جي وعن طريق الكاردياك بايو ماركرز، وده خلاص خلصناها. تاني حاجه بديله حاجه اسمها الانيشال ثيرابي، وهنتعرف عليها في السلايس الجايه. تاني ستيب بعد كده بعملها افتر دايجنوزز بعمل حاجه اسمها بي سي اي،
البير كوتينوس انترفنشن اللي احنا شفناها في اللي شفناها في الفيديو اللي كان بيدخل قسطره وبيعمل بيوسع بيها بالبالون وبيحط ستنت او دعامه داخل الارتري عشان خاطر ما يحصلوش كولابس تاني، او ان انا بعمل كونزرفاتيف ان انا اعالج بادويه، او في بعض الحالات ان انا بستخدم بي سي اي او ثرومبوليتكس، وهنعرف امتى بستخدم دول ودول. بعد كده افتر بي سي اي او الكونزرفاتيف او الثرومبوليتكس، ازاي اعمل مانجمنت او مينتنس للثيرابي، ازاي احافظ على المريض يكون ستيبل ما يحصلوش الاعراض ابدا، ما يحصلش تدهور في الحاله بتاعته. هنتعرف ايه هو الانيشال تريتمنت، وايه هو التريتمنت افتر دايجنوزز، وايه هو الدواء اللي بياخده علشان يحافظ على الحاله ستيبل وما يحصلش تدهور في حاله المرض. ايه هو الانيشال تريتمنت؟ هنتعرف عليهم اللي هم بنجمعهم في كلمه المونا، مونا بلس كلوبيتوجريل بلس بيتا بلوكر. دول المريض بياخدهم اول حاجه اللي هم الانيشال ثيرابي. ايه المونا بتدل على ايه؟ المونا الام عباره عن مورفين، اي في مورفين، وبديه لو اديت المريض نيتروجليسرين وما حصلش ريليف للسيمبتومز، الشست بين عنده لسه شديد جدا، فببدا ان انا اديله مورفين عشان يسكن الالم الشديد جدا اللي عنده في الشست. تاني حاجه بدي اكسجين لو المريض عنده ريسك عالي جدا للهايبوكسيميا. تالت حاجه بديها نيتروجليسرين زي ما قلنا، بياخدوا سبراي او بياخدوا سابلينجوال تابلت، وبيستخدم في خلال 48 ساعه الاولى في حدوث الايفنت. بيكون ليه بنفيت على المورتاليتي في حاله الاكيوت مايوكارديال انفاركشن، لكن في حاله الكرونيك ملوش اي بنفيت على المورتاليتي. بعد كده اخر حاجه في المونا اللي هو الاسبرين، بديه بانيشال دوز 325 مللي جرام. وفي ناس بعد كده الكلوبيدوجرال بديه بدل الاسبرين اذا الشخص عنده الرجي من الاسبرين او عنده مشكله في الجي اي تي ما بيقدرش بسببها ان هو ياخد الاسبرين. البيتا بلوكر بديه اول ما الشخص يرتاح. تاني حاجه هنعرف what is treatment after diagnosis، بعد ما صنفت الشخص وعرفت هو unstable angina non-stemmy ولا stemmy، هبدا ان انا اشوف هعالجه ازاي. اذا كان هو unstable angina او non-stemmy فعندي خيارين في العلاج. اول حاجه يا اما ان انا هعمل بي سي اي او ان انا هعمل كونزرفاتيف. البي سي اي هي البيريكوتينوس انترفنشن اللي هي القسطره، وهي مش هي الفيرست لاين عندي. هنا الاختيار ما بين البي سي اي والكونزرفاتيف بيعتمد على السيفيريتي بتاعت الحاله. اذا كانت الحاله سيفير هبدا ان انا اعمل لها بيريكوتينوس انترفنشن بي سي اي، لو ما كانتش الحاله سيفير بختار لها كونزرفاتيف ان انا بديها دواء وخلاص. وهنتعرف امتى هنقول ان الحاله دي سيفير وامتى هقول انها نوت سيفير. طيب هنا في الاستمي، الاستمي ما فيهاش كلام عندي، الفيرست لاين هو البي سي اي، البيريكوتينس انترفنشن هي الفيرست لاين عندي. طب لو هي مش موجوده او غير متاحه ببدا ان انا استخدم حاجه تانية اللي هي الثرومبوليتكس، وهنتعرف عليهم. دول ادويه بتدوب الجلط. بس في نقطه، قال لي لما بتيجي تعمل البي سي اي، البي سي اي في الاثنين سواء كان ستيمي او نون ستيمي، لو المريض هيعمل بي سي اي هديله اربع انواع من الادويه، واحد انتي كواجولانت، واثنين انتي بليتليت، واحد جلايكوبروتين انهبيتورز، وهنتعرف عليهم في السلايدز الجايه. اما هنا لو هيعمل كونزرفاتيف فهياخد انتي كواجولانت واثنين انتي بليتليت، وممكن ياخد كمان جلايكوبروتين انهبيتور. في الثرومبوليتيك هياخد الانتي كواجولانت والاثنين انتي بليتليت بس مع الثرومبوليتكس، يعني هو مش هياخد جلايكوبروتين انهبيتور مع الثرومبوليتكس. هنتعرف على البي سي اي او البيريكوتينوس كوروناري انترفنشن، دي بتتعمل للستيمي والنون ستيمي زي ما قلنا في المخطط السابق بالظبط. هنا بتتعمل للستيمي والنون ستيمي والستيمي بنفس الطريقه. هنتعرف عليها هنا،
هنتعرف على انواعها. عندي اول حاجه البيركوتينوس ترانس لومينال كوروناري انجيوبلاستي اللي هي البالون، ده عباره عن بتدخل القسطره فيها بالون بيتنفخ زي ما احنا شايفين كده، وبيعمل توسيع لليومن بتاع الكوروناري ارتري ويخرج. انما هنا في النوع الثاني البي سي اي وذ ستنت امبلانتيشن، بتبدا ان هي زي ما شفنا كده في الفيديو برضو، بتبدا تدخل القسطره وفيها البالون وكمان فيها ستنت، فيها دعامه، بيبدا البالون يتنفخ علشان يوسع اليومن بتاع الكوروناري ارتري، وبعد كده بتركب الدعامه، بعد كده البالون بيطلع وبتفضل الستنت علشان الدعامه اللي هي سانده اليومن بتاع الكوروناري ارتري علشان خاطر ما يحصلش كولابس زي ما احنا شايفين بالظبط هنا في الصوره دي. في عندي منها نوعين من الستنت، في عندي بار ميتال ستنت، ودي بتكون دعامه حديد او ميتال عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه، والنوع الثاني هي دراج اليوتنج ستنت، تكون ستنت برضو بتتركب في الكوروناري ارتري، بس بتفرق عن البارميتال ستنت ان هي بتفرز دواء. بعد كده عندي الكابج، الكابج اللي احنا شفناها برضو في الفيديو اللي هي الكوروناري ارتري باي باس سيرجري، وديت لو حصل عندي كلوت مثلا في مكان وخلاص عندي اثيروسكلروزز وقافل الارتري بشكل تقريبا شبه كامل او عمل البي سي اي وفشلت، بيبدا ان هو يعمل الكابج. الكابج عباره عن زي ما شفنا في الفيديو بيجيب ارتري بيوصله بالاورطه بالمكان، بيعدي المكان اللي حصل فيه الاوكلوجن عشان يبدا تاني يبدا يغذي عضله القلب في المكان اللي هو يغذي المنطقه اللي تضررت بفعل الاوكلوجن اللي حصل. هنا بيقول لي في مريض الانستابل انجينا انستيمي امتى هعمل للمريض بي سي اي وامتى هعمل له كونزرفاتيف. بيقول لي والله لو كان المريض دوت عنده واحد من دول، اي واحد من الحاجات دي، فانا كده هعتبره ان هو لو ريسك وبالتالي هعالجه بالايه؟ بالكونزرفاتيف. لو كان عنده الجريس والتيمي سكور قليلين لو سكور، دول سكورز بتتحسب للمريض وبقدر ان انا احدد منه هل المريض ده هو هاي هستخدم معاه بي سي اي لان هو هاي ريسك، ولا هستخدم معاه كونزرفاتيف لان هو لو ريسك. كمان الحاجه الثانيه ان هو يكون الفيزيشن بتاعه قرر ان هو يعني الراجل دوت مش هاي ريسك، وبالتالي انا هديله بس بمجرد ان انا هديله كونزرفاتيف. طيب امتى بقى هعمل قسطره او بي سي اي لو اتوفر اي شرط من الشروط ده هي. تمام، ومن ضمنها طبعا الهاي ريسك سكور اللي هو الجريس والتيمي سكور. هنشوف دلوقتي الجريس والتيمي سكور بيتحسبوا ازاي، هما مش علينا حسابهم ولكن نبقى عارفين بالظبط إيه السكور لو عالي عن كام هقول ان الشخص دوت هاي ريسك. التيمي سكور زي ما احنا شايفين بيدي نقطة على الايج، لو كان اكبر من او يساوي 65 بياخد نقطة، لو عنده ثلاثة او اكتر من الكوروناري ارتري ديزيز ريسك فاكتورز اللي هم مين؟ اللي هم الهايبرتنشن والدايبيتس ميليتس وهو مثلا يكون سموكر اند سو اون بياخد نقطة. لو كان عنده ستينوزز اكبر من 50 اكتر من او يساوي 50% بياخد نقطة. لو استخدم اسبرين في خلال السبع ايام اللي فاتوا بياخد نقطة. لو جاله سيفير انجينا في فترة اقل من 24 ساعة لسه جديدة يعني بياخد نقطة. لو لقيت كاردياك ماركرز في دمه اللي هم التروبونين بياخد نقطة، ولو حصل عنده اس تي ديفيشن لو حصل فيه اليفيشن شويه في الاس تي سيجمنت بياخد نقطه. احسب التيمي سكور هو اخره 7 نقط. لو كان هاير ذان 4 اور هاير ببدا ان انا اقول ان الشخص دوت هاي ريسك وبعمل له بي سي اي. هنشوف الجريس سكور. الجريس سكور دوت عباره عن زي ما احنا شايفين كده في مواقع بتحسبه، بتدخل له بيانات المريض او الحاجات اللي هو طالبها البوينتس اللي هو بيطلبها وبيبدا ان هو يحسبها. لو طلع الجريس سكور اكتر من 140 هقول على طول ان المريض دوت هعمل له بي سي اي.
يبقى انا اول حاجه اتكلمت عليها كانت البي سي اي، وقلنا ان البي سي اي في منها انواع، وقلنا انها بتستخدم في الاستيمي والنون ستيمي، وعرفت امتى هستخدمها في النون ستيمي، امتى هعمل بي سي اي وامتى هعمل كونزرفاتيف، وعرفنا كمان ازاي احسب التيمي سكور، وعرفنا ان البي سي اي هي الفيرست تشويس عندي في حاله مريض الاستيمي. بعد كده نشوف لو عندي مريض ستيمي برضو زي ما احنا فاكرين ان احنا قلنا هعالجه يا اما بي سي اي اللي هي الفيرست تشويس عندي، ولو مش متوفره البي سي اي في الفاسيليتي بتاعتي، مش موجود في المستشفى قسطره، ببدا ان انا ادي للمريض ثرومبولاتيك. ايه ثرومبولاتيك دي؟ دي ادويه بتدوب الجلطات، ادويه قويه جدا. عندنا في مصر اشهر مثال عليها هو ستريبتوكاينيز، بس هو اتمنع في امريكا لانه ليه هاي مورتاليتي، المورتاليتي ريت بتاعته عاليه جدا، فاتمنع من الاستخدام هناك، لكن هو ما زال بيستخدم عندنا. مين بقى اللي بيستخدم في امريكا حاليا او بيستخدم بداله؟ هما الالتي بليز والريتي بليز والتينكت بليز، الثلاثه دول هما الثرومبوليتكس اللي بيستخدموا في علاج الاكيوت كوروناري سندروم، لان احنا عندنا الالتي بليز لوحده بيستخدم في علاج الستروك، فما نلخبطش ما بين الاثنين. بيقول لي هنا الايدال ادمنستريشن بتاع الثرومبوليتكس بيكون في خلال 30 دقيقه من الهوسبيتال ارايفل، يعني اول ما يوصل المستشفى المريض في خلال 30 دقيقه بالظبط اكون مديله الثرومبوليتك. هل معنى كده ان المريض لو عدى 30 دقيقه عليه ما ينفعش اديله؟ لا، ينفع ان انا اديله، هو بيقول لك ده الايدال، لكن ينفع ان انا اديله ثرومبوليتك لغايه 12 ساعه، اخري 12 ساعه هي التايم ويندو عندي 12 ساعه، بعد 12 ساعة الثرومبوليتك ملهاش أي فايدة. وزي ما قلنا في المخطط الأول خالص إن أنا لما باجي أدي للمريض ثرومبوليتكس بدي معاها 2 أنتي بليتلت وواحد أنتي كواجولنت، ما ننساش خالص الموضوع ده. بعد كده هنتعرف على الثرومبوليتك كونترا إنديكيشن، إمتى أقول إن الثرومبوليتك عندي ما ينفعش أديها للمريض. في عندي أبسوليوت كونترا إنديكيشن، يعني استحالة أديه للمريض أبدا لو المريض عنده اي نقطه من النقط دي. وفي عندي ريلاتيف كونترا انديكيشن، يعني انا بقايس، يعني ممكن اديه للمريض لكن هو مش مستحب ان انا اديه للمريض، لو اقدر اعمله قسطره يبقى القسطره بالنسبه له هتكون افضل، لو مش قادر خلاص انا ممكن اجازف واديها له، لكن الابسوليوت استحاله ما ينفعش ابدا ان انا اديله، انما الريلاتيف ده نسبي، يعني كونترا انديكيشن نسبيه. ايه هما الابسوليوت؟ هنلاحظ ان معظمهم بيكون هامورج، اما بيكون اكتيف بليدنج او بيكون بليدنج كان قريب حصل للمريض ده هو، او حاجه بيحصل له ريسك، بين يعني ريسك للبليدنج عالي بسببها. هنشوف كده، بيقول لك عندي البريور انتراكرينيال هامورج، لو كان جاله انتراكرينيال هامورج قريب، او عنده اكتيف بليدنج، او عامل suspected aortic dissection عنده قطع في الاورطة، او severe uncontrolled hypertension لو كان الضغط عالي جدا فبكون خايفة من الهيموريج، او يكون عمل intracranial او intraspinal surgery في خلال شهرين اللي فاتوا، او يكون عنده closed facial or head trauma within the past 3 months. هنلاقي كل الكونترا انديكيشن دي بتتمحور حوالين البليدنج، ببقى خايف ان المريض يحصل له بليدنج. انما الريلاتيف لا، بتكون حاجات ايه اقل شويه في الخطوره من الابسوليوت، ويعني نعرفهم ومش مهم نحفظهم قوي لكن نعرفهم، بعرفهم، والمهم ان انا اعرف قوي الابسوليوت. الابسوليوت دول مهم جدا جدا ان انا اعرفهم، وهنلاقيها متكرره معانا في الشابتر النيورولوجي في الستروك. ايه الانتي كواجولانس اللي انا بستخدمهم؟ انفراكشنيتد هابرين او انابسابارين او فونتابارينوكس او بايفيلرودين. جرعات، حفظ الجرعات مهم، واعرف امتى استبعد، واعرف امتى استبعد الدواء دوت عند كريات كليرانس كام وامتى ما استبعدوش. هنتكلم بعد كده على الانتي كواجولانت اللي بستخدمهم سواء مع الكونزرفاتيف او البي سي اي او الثرومبوليتكس. اول حاجه هتعرف عليها هو الهابرين، وهعرف باخده بجرعه ايه وامتى هيكون كونترا انديكيتد. حفظ الجرعات مهم،
ولو عندي الدواء بيتاخد عند كريات كليرانس معين مهم جدا جدا. الانفراكشنيتد هيبرين بيتاخد بجرعه 60 يونت بير كي جي اي في بولس، وبعد كده بيتاخد 12 يونت بير كي جي بير اور انترافينوس فور 48 ساعه او مع الاند اوف بي سي اي. وده هو الفيرست لاين عندي ديورنج البي سي اي، هو احسن واحد فيهم لو انا هعمل بي سي اي. بعمل له بيبقى هو كونترا انديكيتد امتى؟ لما يكون عندي هيستوري اوف هيبرين انديوس ثرومبوسايتوبينيا اللي هو الهات. تاني حاجه الانوكساكارين بيتاخد بجرعه 1 مللي جرام بير كي جي ساب كيوتينوس بي اي دي اللي هو توايس ديلي فور 48 اور اور انتل اند اوف بي سي اي. اذا كان الكريات كليرانس اقل من 30 بديه بجرعه 1 مللي جرام بير كي جي ساب كيوتينوس 1 تايم وانس ديلي، مش 2 وانس ديلي. الفاندا بارينوكس بيتاخد بجرعه 2.5 مللي جرام ساب كيوتينوس وانس ديلي وافويد لو كان الكريات كليرانس اقل من 30. البايفيلرودن بديه بجرعه 0.1 مللي جرام بير كي جي اي في بولس ذن 0.25 مللي جرام بير كي جي بير اور اي في، وبيحصل له دوز ادجستمنت في الناس اللي عندها سيفير رينال ديسفانكشن. هنبدا بعد كده نتعرف على الانتي بليتلت، وزي ما قلنا قبل كده ان احنا بندي في ديورنج البي سي اي والثرومبوليتيك او الكونزرفاتيف كمان بندي 2 انتي بليتلت بلس الانتي كواجولون، دول اساسي. وبعد كده ممكن اضيف جلايكوبروتين انهبيتورز او لا. نتعرف بقى على الانتي بليتلت اللي انا بستخدمهم في البري بي سي اي اول ما بيوصل في الانيشال ثيرابي، وكمان during the PCI وهو بيعمل PCI، وكمان بعد ال PCI. هنبدأ نشوف في ال initial therapy انا بدي الاسبرين بدي بجرعة 325 اول ما بيجي المريض في المنى، بدي الاسبرين بجرعة 325. ولو المريض هياخد كلوبيدو جريل وهيدخل PCI وعارف ان هو هيعمل PCI بدي له جرعة 600 ميلي جرام من الكلوبيدو جريل او 300 مللي جرام لو هو مش هيعمل بي سي اي. احنا عندنا في الـ في الـ في الانتي بليتلت، لو انا هدي للمريض انتي بليتلت احنا قلنا ان انا بدي له اتنين انتي بليتلت، الاسبرين اساسي بجانب واحد من الثلاثه دول الكلوبيدوجريل او البرازوجريل او التيكاجريلور. اتكلمنا على الكلوبيدوجريل وقلنا ان انا بديه بجرعه 600 مللي جرام لو المريض هيعمل بي سي اي، او هديه ب 300 مللي جرام لو مش هيعمل بي سي اي لو هو مثلا هيعمل كونزرفاتيف. البرازوجريل بديه في الانيشال ثيرابي بجرعه 60 مللي جرام، والتيكا جريلور بديه بجرعه 180 مللي جرام. طيب لو بقى بري بي سي اي، بري بي سي اي يعني المريض بقى خد الانيشال ثيرابي وقعد شويه، قعد يوم مثلا علشان يعمل البي سي اي، قبل ما بدخله البي سي اي بديله جرعه اسبرين 325 مللي جرام، وبديله الكلوبيدو جريل بجرعه 600 مللي جرام الا في حاله ان هو هيعمل بي سي اي بعد ما خد الثرومبوليتيك ب 24 ساعه بديله بس 300 مللي جرام مش 600. البرازو جريل بيتاخد بجرعه 60 مللي جرام، والتيكا جريلور بيتاخد بجرعه 180 مللي جرام. الجرعات دي سواء في الانيشال او في البري بي سي اي دي جرعات اللودنج، اللودنج دوز. طيب بعد البوست بي سي اي لو هو بقى عمل بي سي اي وخرج هياخد ايه؟ هيمشي على ديوال ثيرابي او ديوال انتي بليتليت ثيرابي من الاسبرين 81 مللي جرام انديفينيتلي، طول العمر بقى هياخده الاسبوسيد زي عندنا. الكلوبيدو جريل هياخده بجرعه 75 مللي جرام فور ات ليست 12 مانث، والبرازو جريل هياخده 10 مللي جرام، والتيكا جريلور هياخده بجرعه 90 مللي جرام. لو هو مش هيعمل بي سي اي فهو هياخد الاسبرين بجرعه 81 مللي جرام انديفينيتلي،
دي جرعات المينتنس، دي جرعات العلاجية بعد ما بيخلص البي سي اي او بياخد الكونزرفاتيف. يبقى لو هو مش هيعمل بي سي اي وعمل كونزرفاتيف بس، هياخد اسبرين بجرعة 81 ميلي جرام اندفينيتلي، وهياخد واحد من التلاتة مع الاسبرين، يا اما هياخد كلوبيدوجرال 75 ميلي جرام فور اتليست 12 مانث، والبرازوجرال ما بينفعش. البرازوجرال هنشوف دلوقتي ما بيستخدمش غير في حالات البي سي اي بس. التيكا جريلور بيستخدم بجرعة 90 ميلي جرام. هنشوف التلاتة ونشوف الدراج انتر اكشن بتاعتهم والدوز. الدوز طبعا اتعرفنا عليها في السلايد اللي فاتت، وامتى هوقفهم لو المريض هيخضع لميجور سيرجري كبيره. اول حاجه الدوز بتاعت الكلوبيدوجريل قلنا اللودنج بتاعه من 300 ل 600 مللي جرام، والمينتنس كانت 75 مللي جرام. المينتنس دي بياخدها بعد ما بيعمل الكونزرفاتيف او بيعمل البي سي اي او بياخد الثرومبولاتيك، بيمشي على مينتنس 75 مللي جرام ديلي. ده بالنسبه للكلوبيدوجريل. طيب الدراج انتر اكشن بتاعه ليه انتر اكشن مشهور جدا مع البروتون بامب انهبيتور، لان الكلوبيدوجريل عباره عن برو دراج، والبروتون بامب انهبيتور بتوقف الانزيم او بتعمل انهبيشن للانزيم اللي بيحول الكلوبيدوجريل للاكتيف دراج، وبالتالي ما بيبقاش اكتيف. كمان عنده كمان مشكلة ان هو بيحصل معاه increase في البليدنج ريسك لو اتاخد مع نون سترويدال انتي انفلاماتوري او مع الاورال انتي كواجولانتس. بوقفه قبل الميجور سيرجري بخمس ايام. لو المريض هيخضع لعملية جراحية وهو بياخد الكلوبيدوجريل، هيوقفه قبل العملية بخمس ايام. بالنسبة للبرازوجريل اللودنج دوز بتاعه 60 ميلي جرام زي ما شفنا في السلايد اللي فاتت، وبعد كده في المينتنس دوز ممكن المريض بياخده بجرعه 10 ميلي جرام ديلي، الا في حالتين المريض بياخد فيها الجرعه 5 ميلي جرام بس مش 10. الحاله الاولى لو كان وزنه اقل من 60 كيلو جرام، والحاله الثانيه لو كان سنه اكبر من او يساوي 75 سنه. البرازوجريل كونترا انديكيتد لو المريض حصل له ترانزيت اسكيميك اتاك قبل كده، او حصل له كارديو فاسكولار ايفنت. في الحاله دي البرازوجريل هيكون كونترا انديكيتد، ما ينفعش ان انا ادي ترانزيت اسكيميك اتاك، حاجه زي الستروك بس هي اخف من الستروك شويه. دراج انتر اكشن بتاع البرازوجريل المشكله اللي هو بيعملها ان هو بيزود البليدنج ريسك قوي مع النون سترويدال انتي انفلاماتوري والاورال انتي كواجولانت. ولما باجي اوقفه قبل الميجر سيرجري بوقفه بسبعة ايام، بوقفه قبل الميجر سيرجري بسبعة ايام. تيكا جريلور اللودنج دوز بتاعه 180 ميلي جرام، والمينتنس دوز بتاعه 90 ميلي جرام بي اي دي مرتين في اليوم. كونترا انديكيتد لو كان المريض عنده انترا كرينيال هيموريج، لو عنده نزيف على المخ، او كان عنده سيفير هيباتيك ديزيز. وكمان قال لي لو انا هاخده مع الاسبرين بقلل جرعه الاسبرين اقل من 100 ملي جرام. طيب الدراج انتر اكشن بتاعه بيقول لي ان هو بيزود البليدنج ريسك مع النون سترويدال انتي انفلاماتوري ومع الاورال انتي كواجولانتس زي اللي فات. بستخدمه يوز كيرفولي مع الناس اللي عندها ازمه والناس اللي عندها برادي كارديا. وكمان بيتاثر ب 3A4 انديوسر وانهبيتور، علشان هو برو دراج بيتحول بالانزيم ده للاكتيف فورم، فبالتالي اي حاجه هتاثر على الانزيم سواء كانت انديوسر او انهبيتور هتقلل او هتزود الاكتيفيتي بتاعته. بوقفه قبل العمليه بخمس ايام، اي قبل اي عمليه كبيره بوقفه بخمس ايام. ال recommendation of duration of dual antiplatelet therapy after الاكيوت كورونري سيندروم، يعني
هل المريض هيفضل طول عمره ياخد الاسبرين بلس الكلوبيدوجرال او البرازوجرال او تيكاجريلور؟ لا طبعا، اللي عندي اندفينيتلي هو الايه الاسبرين. بالنسبه للثلاثه التانيين بيكون ليهم وقت محدد وبيخلاص بينتهوا والمريض بيوقف. طيب قال لي والله لو المريض عمل بي سي اي وهيمشي على الديوال انتي بليتلت ثيرابي فهديله الاسبرين بجرعه 81 مللي جرام اندفينيتلي، ده مش هيقف خلاص، وهيمشي على البي 2 واي 12 انهبيتور اللي هم الكلوبيدوجرال والتيكاجريلور والبرازوجرال في المينتنس دوز فور ا مينيمم اوف 12 مانث. يعني ايه فور ا مينيمم اوف 12 مانث؟ يعني على الاقل 12 شهر، يعني ممكن ازيد، ولو جالتي حتى في الاختيارات في الامتحان ازيد اوكي مفيش اي مشكله خالص، المريض يمشي عليه 15 شهر 16 شهر مفيش اي مشكله خالص، بس على الاقل يمشي عليه 12 شهر. ده بالنسبه للبوست بي سي ار. لو كان الاكيوت كورونري سندروم انديكيشن، يعني ايه اكيوت كورونري سندروم انديكيشن؟ يعني جات له الحاله مفاجاه حالا دلوقتي ودخل المستشفى عمل البي سي اي على طول ما استناش. طب الثانيه، تاني حاله بوست الكتيف بي سي اي. يعني ايه بوست الكتيف بي سي اي؟ يعني المريض عنده ستيبل انجينا ولا عنده اي نوع بس ستيبل اوكي، هو مش حاجه ايرجنت ان هو دلوقتي حالا يعمل بي سي اي، فهو بيختار الميعاد بمزاجه، ده الكتيف. الكتيف ان هو بيختاره. ف بوست الكتيف بي سي اي ده بيبقى ليها تعامل مختلف عن الايرجنت. في الحاله ديت برضو بياخد الاسبرين 81 مللي جرام بير داي اندفينيتلي، وبياخد معاهم الكلوبيدوجرال وهو الوحيد اللي بينفع في الحاله دي، الوحيد اللي بستخدمه في البوست الكتيف هو الكلوبيدوجرال 75 مللي جرام. بستخدم طبقا ل او بناء على نوع الستنت عندي بتختلف الديوريشن. لو كانت الستنت بار ميتال ستنت هستخدم الكلوبيدوجرال ال 75 مللي جرام بير دي فور ا مينيمم اوف 1 مانث اند ايديالي اب تو 12 مانث. يعني اقل فتره ممكن استخدم فيها الكلوبيدوجرال في البار ميتال ستنت هي شهر. طب واكتر اكتر حاجه 12 شهر، ما زودش عن كده؟ لا ما زودش عن كده. طيب الدراج اليوتينج ستنت هستخدم الكلوبيدوجرال ال 75 مللي جرام ديلي فور ا مينيمم اوف 12 مانث، يعني اقل حاجه هستخدمها 12 مانث. يعني ممكن ازود عن 12 مانث عادي جدا، لكن في البار ميتال لا، اخري 12 مانث. تالت حاجة لو بوست اكيوت كورونري سيندروم لو ما عملش بي سي اي هياخد الاسبرين 81 مللي جرام بير داي اندفينيتلي بلس هياخد الكلوبيدوجرال 75 مللي جرام ديلي اور تيكاجريلور 90 مللي جرام توايس ديلي فور اب تو 12 مانث. يعني ايه اب تو 12 مانث؟ يعني اخرك في الديوال انتي بليتلت ثيرابي 12 مانث، اكتر من كده لا ما ينفعش. بعد كده هنتكلم على الجلايكوبروتين انهبيتورز. الجلايكوبروتين انهبيتورز عندي منهم ثلاث انواع، الابتكسيماب والابتيفيتافايد والتيروفيتاب. ولو نفتكر ان الجلايكوبروتين انهبيتورز من الادويه اللي بياخدها المريض لو هيدخل يعمل بي سي اي، وممكن ياخدها في حاله الكونزرفاتيف، لكن هي كونترا انديكيتد او ما بتتاخدش في حاله الفايبرينولاتكس او الثرومبولاتكس، ما بتتاخدش في حاله الفايبرينولاتكس او الثرومبولاتكس. قلنا ايه هما؟ قلنا اول واحد الابتكسيماب، هنعرف الجرعات بتاعتهم. اهم حاجه اعرفها عن الابتكسيماب ان هو ما بيحتاجش دوز ادجستمنت، وبالتالي ممكن استخدمه مع مريض الكيدني او رينال فيليور بامان تام خالص. تاني حاجه اعرفها الابتيفيباتايد، هعرف عنه ان لو الكريات كليرانس اقل من 50 مللي بير مينيت فهعمل ريدكشن للانفيوجن بنسبه 50%. التيروفيبام نفس القصه، لو كان الكريات كليرانس اقل من 30 مللي بير مينيت هعمل ريدكشن للانفيوجن بنسبه 50%. يبقى اكتر واحد سيف فيهم هو الابسكسيميب. لو شفته مع مريض كلى
هختار وانا مغمضه لو الدوز بتاعته مظبوطه. الاستواي دي مجمعاه كل الادويه اللي بياخدها المريض بعد الانيشال ثيرابي او بعد الدايجنوزز. اول حاجه هياخد الاسبرين، وطبعا زي ما قلنا ان هو لو هيدخل يعمل بي سي اي او مش هيعمل بي سي اي هياخده بجرعه من 162 ل 325، لكن هو الاساسي يعني او الاكثر استخداما هي جرعه 325. وزي ما قلنا ان بختار في النون ستيمي ما بين البي سي اي والكونزرفاتيف ديبندنج اون ايه، اون الريسك، هل المريض هاي ريسك ولا المريض لو ريسك. بعد كده هشوف هنا الستيمي مع البي سي اي برضو هياخد الاسبرين بنفس الجرعه، ستيمي ويز فايبرينوليتك هياخد الاسبرين بنفس الجرعه، يبقى الاسبرين عندي ثابت. هنا بقدر اقول ان هو هياخد بي سي اي او فايبرينوليتك ديبندنج على ايه، على الهوسبيتال، هل الهوسبيتال اللي المريض رايح فيها فيها قسطره ولا ما فيهاش، هل المريض ساكن في مكان بعيد جدا عن المستشفى اللي فيها قسطره ولا لا. بعد كده الحاجة التانية اللي بياخدها البي 2 واي 12 انهبيتور، هنا هنلاقي ان الكلوبيدوجرال ثابت معايا فيهم كلهم. وزي ما قلنا ان في حالة الفايبرينوليتك ما بينفعش عندي غير الكلوبيدوجرال، الكلوبيدوجرال الوحيد اللي ينفع في حالة الايه الفايبرينوليتكس. لو انا المريض هياخد عندي فايبرينوليتك هديله كلوبيدوجرال وانا مغمضة. طيب بالنسبه بقى للاثنين التانيين، البرازوجريل ما بينفعش غير مع البي سي اي، بي مع البي ما ينفعش مع غير مع البي سي اي، والنون ستيمي من غير بي سي اي هستخدم لها كلوبيدوجريل وتيكاجريلور بس. خلاص الموضوع ده بقى سهل جدا، حفظه سهل قوي، البي مع البي، البرازوجريل مع البي سي اي، فبالتالي اي حاجه ما فيهاش بي سي اي خلاص مش هدي برازوجرال، مستبعد عندي. طيب هنا في الفايبرينوليتك ما ينفعش عندي غير الكلوبيدوجرال بس. طيب تالت نوع من انواع الادويه اللي بياخدها الانتي كواجولانت. بالنسبه لو المريض نون ستيمي ومش هيعمل بي سي اي كلهم ممكن اخدهم، كلهم ممكن المريض ياخدهم، اي واحد منهم هينفع. طب لو المريض هيعمل بي سي اي وهو نون ستيمي، في الحالة دي هياخدهم كلهم عادي جدا، لكن قال لي الفوندا فارينوكس لو هدي لازم ادي معاه انفراكشنيتد هيبرين. طيب لو هو بقى ستيمي وهيعمل بي سي اي، انا هديله انفراكشنيتد هيبرين وبايفيلرودن. طب لو هو ستيمي وخد فايبرينوليتكس هيبقى انفراكشنيت هيبرين وانوكسابارين او فونتابارينوكس. يبقى انا عندي الانفراكشنيت هيبرين ثابت فيهم كلهم، هو اللي هينفع معايا في كله في اي مرحله منهم. طيب نيجي بقى لرابع نوع، الجلايكوبروتين انهبيتورز اللي اتكلمنا عليهم، اللي هم الابسكسيماب والابتيفيباتايت والتيروفيبام. الابسكسيماب زي البرازوجريل ما بينفعش غير في البي سي اي، هفضل عندي الابتيفيباتايد والتيروفيبان في النون ستيمي وذاوت بي سي اي. رابع حاجه الجلايكوبروتين انهبيتورز، وده ممكن اخده وممكن ماخدوش في حاله النون ستيمي لو مش هيعمل بي سي اي، ولو هديه هيتاخد بس الابتيفيباتايد والتيروفيبان. طيب بالنسبه بقى للنون ستيمي والستيمي لو المريض هيعمل بي سي اي، الثلاثه متاحين بالنسبه لي، الابسكسيماب والابتيفيباتايد والتيروفيبان. الابسكسيماب زيه زي البرازوجريل ما بينفعش غير في البي سي اي. طيب بالنسبه بقى لو المريض هياخد فايبرينوليتك، يبقى الجلايكوبروتين انهبيتورز مش هيستخدموا زي ما قلنا قبل كده. طيب الفايبرينوليتكس ده اخر 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 حاجه، طبعا ما بيستخدمش غير في حاله الاستيمي لو ما فيش فرصه ان المريض يعمل بي سي اي. اللونج تيرم مانجمنت بقى اللي هو بقى ايه، تالت مرحله في العلاج. خلاص المريض الحمد لله عدى مرحله الخطر وبقى ستيبل والدنيا عنده اتظبطت، فابدا ان انا اديله دواء يمشي عليه علشان يحافظ على الكرونري كويسه والهارت ما يتضررش. الهدف بتاعي
في الدواء اللي انا بديه حاجه من الاتنين، ان انا ازود البلاد سبلاي للمكان، او ان انا اقلل الاكسجين ديماند بتاع القلب. القلب اقلل استهلاك الاكسجين اللي هو بيحتاجه بواسطه ان انا اقلل الهارت ريت، وده طبعا بيحصل عن طريق البيتا بلوكر او الكالسيوم شانل بلوكر. هقلل الكونتراكتيليتي فهيقلل الديماند، او ان انا هزود الاكسجين او البلاد سبلاي عن طريق ان انا ادي حاجات زي نيتروجليسرين والحاجات اللي هي بتعمل لي فازو دايليتيشن للكوروناري، فبتزود لي البلاد سبلاي للهارت. الرسمه دي مجمع لي فيها ازاي بزود السبلاي وازاي بقلل الديماند. اللونج تيرم مانجمنت بقى فور اكيوت كوروناري سيندروم، زي ما قلت عندي فيهم باك بون لازم امشي عليها. اول حاجه البيتا بلوكر. اللونج تيرم مانجمنت بتاعت الاكيوت كوروناري سيندروم بعد ما بقى خلاص بقى ستيبل وهيبقى بعد كده ستيبل انجينا، هديله اربع انواع اساسيه من الادويه. دول اربعه اساسيين، مفيش مريض اكيوت كوروناري سيندروم ما بياخدهمش. لازم لما تجيلي الكيس اول حاجه ابص عليها الاربعه دول، هل المريض بياخدهم ولا ما بياخدهمش. لو ما بياخدش واحد منهم انزل في الاجابات اختار اللي ناقص من الاربعه. الاربعه دول باك بون، دول اساس، وبعد كده الحاجات التانيه لو المريض لسه عنده سيمتومز او عنده مشاكل تانيه ببدا اديله بقى ايه ادويه تانيه، لكن دول الاساسيين عندي الاربعه دول، البيتا بلوكر والايس او الاربز والهاي ستاتين، واخر حاجه الانتي بليتليت ثيرابي اللي احنا خدناهم اللي هم الاسبرين زائد كلوبيدو جريل او برازو جريل او تيكا جريلور. طيب البيتا بلوكر اول حاجه بيقول لي في البيتا بلوكر ان هي انديكيتد فور اول بيشنت انليس كونترا انديكيتد. مين هم الكونترا انديكيتد او الحاجات الكونترا انديكيتد في البيتا بلوكر؟ الناس اللي عندها سكند اور ثيرد ديجري هارت بلوك، والناس اللي عندها اكتف ازمه او اير واي ديزيز زي السي او بي دي، دول ما بياخدوش البيتا بلوكر. بعد كده كمان قال لي ان انا بعمل لها انيشيت within few days of event and continue indefinitely، زيها زي الاسبرين بتتاخد indefinitely طول العمر. بس قال لي خد بالك من حاجه، لو المريض عنده left ventricular heart failure فهانيشيت with gradual titration، هبداها وابدا اعلي في الجرعه واحده واحده لغايه ما اوصل ل هبداها وابدا اعلي اعلي لغايه ما اوصل للتارجت دوز بتاعي. طيب بالنسبه للايس والاربز برضو indicated for all patients، كل البيشنتس اللي كان عندهم acute coronary syndrome بياخدوها. وبيقول لي ان انا بدي الاورال ايس بوست مايوكارديال انفاركشن في low doses to all patients during the first 24 hours of myocardial infarction to reduce mortality and remodeling، عشان يقلل لي المورتاليتي الوفيات ويعمل ويقلل لي الريمودلينج. الريمودلينج ده عباره عن تحور كده في شكل الشامبرز بتاعه القلب بتخليها بتعمل شغلها بصعوبه شويه. بيقول لي ان انا ما ينفعش ادي الاي في ايس بعد المايوكارديال انفاركشن عشان خاطر ببقى خايف من الهايبوتنشن، لان بيحصل ريفلكس تاكيكارديا وطبعا دي بتبقى مشكله جدا على الهارت، ما ينفعش ان انا اسمح له يحصل له تاكيكارديا. في نقطه ما كتبتهاش انا في السلايدز، ان انا الاساس عندي في الاستخدام هي الايس، والاربز بلجا لها لو كانت الايس كونترا انديكيتد في حالات الدراي كاف وحالات الانجيوديما. لو حصلت بسبب الايس ببدا ان انا احول او اعمل شيفت على الارض. تالت نوع من الادويه عندي هنا الهاي ستاتين. المريض بتاع الاكيوت كورونري سيندروم من الناس اللي لازم 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 بتاخد هاي ستاتين، وطبعا لما خدت الديسليبيديميا مع دكتور هشام اكيد قال لكم ان مريض اكيوت كورونري سيندروم اقل من 75 سنه بياخد هاي ستاتين وانت مغمض، ولو كان فوق ال 75 سنه ببدا اديله بس مودريت ستاتين دوز عشان خاطر اقلل بس السايد افكت بتاعتها. الهاي ستاتين عندي هما الاتورفا ستاتين والريزوفا ستاتين، وطبعا الانتي بليتليت ثيرابي اتكلمنا فيها في السلايد. في ادويه ثانيه اذر ميديكيشن ممكن ان انا الجا لها في حاله المريض دوت، زي الكالسيوم شانل بلوكر. اول واحده النون داي هايدروبيريدين اللي هم الفرابامل والدالتيازام، بستخدمهم في حاله
ان البيتا بلوكر كونترا انديكيتد، او ان انا استخدمت البيتا بلوكر واستخدمت نايتريت وخلاص وصلت معاهم لاقصى دوز وبرده المريض عنده ريكارنت سكيميا، فبالتالي بديله كالسيوم شانل بلوكر عشان يقلل لي الهارت ريت، عشان يقلل لي الهارت ريت وبالتالي يقلل لي الاكسجين ديماند. الكالسيوم شانل بلوكر ملوش اي بنفيت عن مورتاليتي، مجرد ان هو بيعمل ريليف للسيمبتومز اونلي، وزي ما هتاخده في الهارت فيلير ان هو كونترا انديكيتد في الليفت فنتريكولار ايجكشن، الليفت فنتريكولار هارت فيلير ما ينفعش ان انا ادي فيه كالسيوم شانل بلوكر اطلاقا. الداي هيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكرز زي الامبلوبين والنيفيدبين ما ينفعش ان انا اعمل لها ادمنستريشن في غياب البيتا بلوكر علشان خاطر الريفلكس تاكيكارديا اللي طبعا بتزود لي الاكسجين ديماند وبتدخل لي الهارت في مشاكل كبيره جدا. الاردوستيرون انتاجونست انديكيتد اف بوست مايوكارديال انفاركشن لو كان المريض عنده ليفت فنتريكولار ايجكشن فراكشن اقل من 40%، يعني عنده ليفت فنتريكولار ايجكشن ليفت فنتريكولار هارت فيلير، وبياخد معاها الايس والاربز، يعني هو خد ايس واربز فانا بزود له الالدوستيرون انتاجونست. الكونترا انديكيتد بتاعه الالدوستيرون انتاجونست لو كان الكاريات كليرنس بتاع المريض اقل من 30 ما ينفعش ان هو ياخد الالدوستيرون انتاجونست، ولو كان البوتاسيوم اكتر من 5.5 برده مش هينفع اديله البوتاسيوم اللي هم الالدوستيرون انتاجونست اللي هم البوتاسيوم سبيرينج دايوريتكس، ان هم بيزودوا نسبه البوتاسيوم في الدم، وده طبعا هيبقى مشكله كبيره جدا لو كان البوتاسيوم اكتر من 5.5 وكمان الالدوستيرون خزن البوتاسيوم اكتر هيدخل المريض في مشاكل جامده جدا. الوارفارين بستخدمه مع الاسبرين اذا كان المريض نوت توليريتد للكلوبيدوغرافي. بشكركم جدا على المتابعه واتمنى تكونوا استفدتم من المحاضره، ولو ليكم اي استفسارات احنا مع بعض على الجروب ان شاء الله. شكرا.